السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي كيخرج على الصمت ديالو بخصوص موضوع الفنانة المغربية دنيا باطمة، فغنخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نطرح اي واحد السؤال، وغيبقى سؤال بين قوسين، علاش حنايا كنبغيو نحطموا انسان باغي ينجح باغي يوصل، كنبغيو نحطموا علاش؟ وخير الدليل ديالي مثلا ولا ديال بزاف الفنانه اللي فنانه مع بعضهم الفنانه، يعني واحد كيبغي يطيح واحد، واحد كيبغي يحارب واحد، هادشي ما كاينش في الدول المتقدمه والدول اللي باغين الخير لبلدانهم وباغين الخير للفن والفنانين. وخير دليل على ان دنيا باطمه، انا كنشوف شي تعليقات وشي حقد وشي غل وشي بحال كيما طرا لي انا مع واحد اشباه الفنانين، دعوني على والو على الحقد والغل وقلت لي علاش دعيتيني، قال لي حق قبح الله والفقر، فهمتين؟ يعني حشومه وعيب وعار، وخصنا نهزو بالفن والفنانين ونهزو بالفن المغربي ونعطو قيمه للفنان المغربي. راه مسكين والله العظيم الا زعما الا كنشوف شي حوايج الا انا كنتصدم، الحقد والبغض والغل مالكم اصاحبي مالكم. واحد السيده خدمت معايا درت فيها الخير، عرفتي اش قالت لهم؟ قالت لهم انا بغيت غير نمرمد به الارض باش ما عمرو يخدم. فهمتوني فين وصلنا؟ الحقد والغل والبغض والضغينه، هادشي راه ما كيبغيش الله تبارك وتعالى، فهمتي؟ المهم شكرا ليكم، شكرا كاع الناس اللي كتبغيني وكتازرني وكتعاونني وكتوقف معايا وكتوقف جنبي، شكرا لكم كاملين. وخصنا نعاونوا بعضياتنا، نعاونوا الفنانين. وهاد السيده لها غلطات، المسامح كريم، وغلطات فيا ولا فيك ولا في الاخر لا المسامح نسامحوها، لان ربي وكيسامح، عاد حنا بشر ما نسامحوش. حشومه انسانه، دوك الميساجات ودوك الكومونتيرات حشومه، عندها بنيات الله يخليهم ليها والله يخليها ليهم. وانا نوقف مع جميع الفنانات، حتى واحد ما ضده، ولكن حشومه وعيب. هنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.